كده عدى المستوى في التخريف، وخاصة إذا كان التخريف بيتعلق بالدين، لأن في واحد ممكن يخرف في أمور خاصة بحياته الخاصة أو معاملاته أو علاقاته الاجتماعية، لكن إنه يخرف في الدين ففي الحقيقة يجب على المؤسسات الدينية وفي القلب منها الأزهر الشريف أن يتصدى لهذه التخاريف. شايفين طريقة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى عاملة إزاي؟ علي جمعة بيتحدث عن الله سبحانه وتعالى كما لو كان هو المفوض والمتحدث الرسمي باسم الذات الإلهية، ويجي بقى علي جمعة يقول لها لا، ده اللي بيقتلك وهدلك بيتك واعتدى على أولادك وشردك في الشارع وجوعكم وموتكم من الجوع هيدخل معاك الجنة. خطورة هذا الكلام أيضا إنه يخلي الناس تنحرف عن الثوابت خلاص، ما هو يعني طالما كله في الآخر مع بعضه يبقى نلتزم بالطاعات والعبادات ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش مع تخاريف علي جمعة. نعم هي تخاريف، هل هذه التخاريف مرتبطة بكبر السن وبالتالي ممكن خلال الأيام القادمة نفاجأ بأن علي جمعة المكان الأنسب له هو دار رعاية المسنين بعد الحجر عليه؟ قد يكون ذلك، وإذا لم يفعل هو ذلك بإرادته أو المحيطين به يعملوا كده، فأنا في الحقيقة أطالب شيخ الأزهر بالتدخل، والسادة علماء الأزهر يجب عليهم أن يتدخلوا، وخاصة جامعة القاهرة التي ينتسب إليها علي جمعة. بالمناسبة هو بينتسب لجامعة القاهرة مش بينتسب إلى جامعة الأزهر، ولا علاقة له بجامعة الأزهر، وبيحاول بس إن هو يستتر في الزي الأزهري لأنه حاسس إن هو ممكن يعطيه شيء من الوجاهة، وهذا أمر لو تعلمون عند علي جمعة عظيم اللي هو موضوع الوجاهة يعني. فأنا أطالب في الحقيقة جامعة القاهرة التي ينتسب إليها علي جمعة أن تطالب بالحجر عليه وأن تقوم بالحجر عليه. نعم علي جمعة كده عدى المستوى في التخريف، وخاصة إذا كان التخريف بيتعلق بالدين، لأن في واحد ممكن يخرف في أمور خاصة بحياته الخاصة أو معاملاته أو علاقاته الاجتماعية، لكن إنه يخرف في الدين ففي الحقيقة يجب على المؤسسات الدينية وفي القلب منها الأزهر الشريف أن يتصدى لهذه التخاريف. كلمنا قبل كده مع حضراتكم عن كثير من آرائه الشاذة البعيدة كل البعد عن إجماع الفقهاء وأهل العلم، وإن علي جمعة بيتصدى واجهة نظام يريد أن يميع ثوابت الدين ويريد تغيير هوية المجتمع وثقافة الأجيال القادمة وارتباطهم بدين الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا شفناه من خلال حواراته السابقة إن ما عندوش حاجة حرام، كله حلال حلال حلال. النهاردة بقى علي جمعة بيتكلم في قضية تخص العقيدة وترتبط ارتباطا مباشرا بأصل من أصول الدين، موضوع الجنة والنار. علي جمعة لم يستحي ولم يراعي كبر سنه على الأقل، ولم يراعي مكانته حيث كان في يوم من الأيام مفتيا للديار المصرية. علي جمعة لم يراعي الثوابت الدينية التي أجمعت الأمة بأسرها على تثبيتها وعلى كنها أصل من أصول الدين، وخرج يتحدث عن أنه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفعل ما يشاء لدرجة أنه وارد أن ربنا ما يدخلش حد النار. تعالوا نسمع ماذا قال هذا الخرف. طب ويوم القيامة لو أن الله ألغى النار هنقول له لا، ما يلغيها، ما يدخل كل الناس الجنة، هو فعال اللي ما يريد، وده وارد. علماء مسلمين كتير قال وارد، هو وعد الجنة خلاص لأنه ده كرم وعطاء، لكن لما وعد بالنار مش ضروري يعمل، ويبقى هي معمولة لينا علشان ما أزيش غيري، أخاف ربنا، أبقى يعني محرص كده على عليها. يجب أن تكون العلاقة بيننا وبين ربنا مبناها الحب، الأمل، التفاؤل، الرحمة. طيب يوم القيامة لو أن الله ألغى النار وارد انه يعملها؟ وارد. شايفين طريقة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى عاملة ازاي؟ علي جمعة بيتحدث
عن الله سبحانه وتعالى كما لو كان هو المفوض والمتحدث الرسمي باسم الذات الإلهية. بيتكلم بطريقة عجيبة جدا وبثقة غريبة جدا، وبينقل لنا وجهة نظره الذي يريد أن يؤصل لها في وعي هؤلاء الشباب والأجيال، بل والجمهور الذي يتابعه، إنه وارد إن ربنا يلغي النار. منين جبت الموضوع ده؟ لا والله بصدق، يعني ما الدليل على إن ربنا سبحانه وتعالى يلغي النار؟ ما الدليل؟ هو بيبني الفكرة على نظرية عقلية فلسفية بحتة. مبناها إيه؟ أساسها إيه؟ أساسها إنه وارد إن ربنا سبحانه وتعالى يخلف في وعيده ولا يخلف في وعده. نظرية فلسفية عجيبة جدا، الجماعة المتصوفة بنوا عليها فكرة علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى إن هي مبنية على الرجاء لا على الخوف. فقال لك ربنا سبحانه وتعالى له وعد ووعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالنار، وإنه الكريم أي إنسان كده سخي كريم زي أي ملك من ملوك الدنيا مثلا، لو وعدك بحاجة بيلتزم بيه، لكن لو توعدك بعقاب ممكن يعفو عن العقوبة. فبيقول لك إن ربنا أكرم الأكرمين، فهو توعد عباده بالعقوبة بالنار، فوارد إن ربنا يلغي النار. يقول لك وارد إن ربنا يلغي النار. أنا بس فهو بنى الفكرة كلها على النظرية الفلسفية اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي دي. طيب أنا نفسي أفهم بقى أين تأصيل هذه النظرية الفلسفية المتصوفة التي لا يقول بها إلا أمثال هؤلاء؟ فين تأصيلها من الكتاب والسنة؟ مفيش. يعني هل ورد في كتاب الله عز وجل إنه وارد إن ربنا سبحانه وتعالى يلغي النار؟ ما حصلش. طب هل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر كهذا؟ لا مفيش. أمال دي أصلها فين؟ أصلها في تخاريف علي جمعة بس وأمثاله. ولو مشينا بنفس الميزان ده بنفس المسطرة دي، طب ما هو كمان يلغي الجنة، وارد إن ربنا يلغي الجنة ويخلي النار بس؟ وارد. حاجة عجيبة إن إحنا نبني على نظرية أصلا ليس لها أصل وليس لها دليل. يبقى بقى السؤال، طب إيه الهدف من الكلام ده؟ أنا هقول لحضراتكم الهدف، وقبل ما نقول الهدف لازم الأول نرد على التخاريف دي. إخوانا النار ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من 77 موضع، وفي مواضع قوية جدا مرعبة جدا مخيفة جدا. طبعا بنظرية علي جمعة هو ربنا بيخوفنا بس، لكن وارد إنه ما يعملش حاجة. ما هو إحنا لو بنينا على الكلام اللي هو بيقوله ده، فأين العدل يا علي؟ أين العدل؟ الله تعالى من أسمائه العدل، من أسمائه العادل، ومن صفاته العدل. لما يتساوى المسلم بالمجرم، القاتل بالمقتول، المعتدي بالمعتدى عليه، هل هذا من العدل؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل هذا من العدل؟ إن في حد بيطغى في الدنيا ويسعى في الأرض فسادا ويعتدي على أموال الناس وعلى حرمات الناس وعلى الناس بالقتل والإبادة، وبعدين الحاجة اللي مطمنة المظلوم إنه ربنا هيقتص له من الظالم في الآخرة، فيجي علي جمعة يساوي بين الضحية والجلاد، بين علي جمعة والسيسي وبين الناس المظلومين اللي اتفرموا لما هو أفتى وقال اضرب ريحتهم نتنا، اضرب في المليان. الست المسكينة دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي، اسمعوا صرختها يمكن هي اللي ترد وتفسر لنا هل كلام علي جمعة صح ولا لا. اسمعوا. خلي الدنيا لأهل الدنيا، خلي الدنيا لأهل الدنيا، احنا ايه احنا من الاخر، احنا ايه احنا من الاخر، ولا الحمد لله، ولا الحمد بعد روح امشي يا رب اقدر الله هذا من الله. احنا ناس اشتغلون دنيا، احنا الا الاخر، والله احنا الا الاخر، يلا يما امشي امشي، احنا اشتغلون دنيا، احنا الا الجنه، خلي الدنيا لاهل الدنيا، خلي الدنيا لاهل الدنيا، احنا احنا من الاخر. ويجي بقى علي جمعة يقول لها لا، ده اللي بيقتلك وهدلك بيتك واعتدى على أولادك وشردك في الشارع وجوعكم وموتكم من الجوع هيدخل معاك الجنة. تخيلوا بالله عليكم لما واحدة زي دي تسمع لكلام علي جمعة. الكلام ده خطورته بقى فين يا أخوانا؟ إنه بيجري الناس على المعصية. ما هو الظالم المجرم
البلطجي القاتل المعتدي لما يسمع شيخ يقول لك والد ان ربنا يلغي النار، ايه يعني؟ تمام نشتغل بقى براحتنا. فدي بقى ده بقى ايه، ده الذي يهدف اليه علي جمعة، وبيؤصل لهذا الفكر، هو يؤصل لهذا الفكر انه هو عارف انه من حاشية ظالم منع الدعاء على الظالمين، فلا غرابة ان علي جمعة يطلع يقول ده كمان والد ربنا يلغي النار وكلنا نخش الجنة، يبقى المقتول يلاقي قاتله معاه في الجنة. خطورة هذا الكلام ايضا انه يخلي الناس تنحرف عن الثوابت خلاص، ما هو يعني طالما كله في الاخر مع بعضه يبقى نلتزم بالطاعات والعبادات ليه؟ شفتوا بقى علي جمعة بيمهد لفكر عامل ازاي؟ هم دول اللي بيهدوا الدين، هم العدو فحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، حسبنا الله ونعم الوكيل.